الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني. يتم في هذه الأثناء إقحام تشكيل جوي من 7 طائرات قتالية من نوع ياك 130 المتخصصة في الإسناد الناري للقوات. لغرض الحماية الجوية للاستعراض، حلقت هذه الطائرات على علو منخفض، مبرزين بذلك تحكمهم في أساليب الطيران القتالي. ومن المسافات البعيدة يتقدم السرب الثاني والمشكل من سوخوي 24 من 8 طائرات قتالية. يتقدم السرب الثالث والمكون من طائرة اليوشين 78 وطائرتين حربيتين من نوع سوخوي 30. ينفذون تمرين التزود بالوقود جوا، ترافقهما طائرتين حربيتين من نوع سوخوي 30 لتوفير الحماية الجوية لهما. رب اجعل هذا البلد آمنا، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وطني 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 غالي الثمن، روحي مالي نفسي بدني، وأنا الحامي لك في المحن لتعيش حرا طول الزمن. يتقدم آخر صرب والمكون من 8 طائرات حربية قتالية من نوع سوخوي 24 لتقديم التحية الشرفية للسيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني. نحن سادة الجو، دروع الوطن، راية تعلو فوق رايتنا في هذا البلد الطاهر. Yeah!